بطولة هامة جدا جدا جدا، مصر كلها والأهلاوية كلهم بينتظروا هذه البطولة، وهي بطولة عالمية، بطولة السوبر جلوب اللي هي تعتبر كأس العالم للأندية لكرة اليد، عشان برضو جمهور كرة القدم اللي يعرف كأس العالم للأندية ده يعتبر كأس العالم للأندية بالنسبة لكرة اليد. النادي الأهلي هو ممثل مصر في هذه، أو ممثل إيه؟ ممثل إفريقيا في هذه البطولة، لأن النادي الأهلي هو الأكبر وهو اللي فاز على نادي الزمالك على ما أتذكر في السوبر الإفريقي والإفريقي، وبناء عليه النادي الأهلي تأهل إلى هذه البطولة. خلينا نروح للنجم الكبير الحقيقة، واحد من نجوم كرة اليد في وأساطير اللعبة في النادي الأهلي، نجم الكبير كابتن ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، وطبعا متواجد في البعثة اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، وطبعا الدكتور محمد سراج هو رئيس عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هو رئيس هذه البعثة. كابتن ياسر، ازاي حضرتك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. حضرتك وحشنا جدا طبعا، ولكن انا عارف عندك مسؤوليات كتير، وبنحاول دائما نعمل مع حضرتك مداخلات خلال الفترة الأخيرة، ولكن المسؤوليات كثيرة جدا. طمنا الأول على الوضع العام لفريق كرة اليد في السعودية. والله الوضع الحمد لله تمام، الفرقة اكتملت النهاردة. نعم. انت عارف حضرتك احنا كنا في مجموعة في مصر، وكان في مجموعة مع المنتخب الأول في البحرين. ايوه. دول وصلوا امبارح، وكان في لعيب مع منتخب الناشئين اللي هو اسلام راضي 2002، ده جه من اسبانيا على القاهرة وركبوا طيارة 3:30 مع 3 لعيبة تانيين وجم النهاردة. نعم. وكان في راؤول في فرنسا مع منتخب البرازيل برضه وصل النهاردة. تمام. وعملنا تمرين الساعة 9 اوكي. طبعا على ما اتجمعوا الفرقة، فعملنا تمرين الساعة 9 وبس، ده الوضع عامة النهاردة يعني. ان شاء الله بكرة المباراة الأولى صح؟ اه. طيب برضو يا كابتن طمنا من الناحية الفنية، خصوصا بعد ما جوردو المدير الفني السابق للنادي الأهلي مشي، أصبح هناك مدير فني، أو يعني ديفيز، طبعا ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني اللي هيبقى المدير الفني بعد نهايه هذه البطوله، وبالتالي يعني جهاز فني مصري هو اللي هيقود، كابتن محمد ابراهيم وكابتن احمد سالم اللي هيقود هذه البطوله. يعني طمنا بقى، جمهور الاهلي كله عايز يطمن على الناحيه الفنيه لفريق اليد يا كابتن. والله ان شاء الله يعني احنا كلنا ثقه في الكابتن احمد سالم وكابتن محمد ابراهيم، هو نجم تدريب صاعد برضه. نعم. وهم يعني عارفين تفاصيل الطريقه اللي كان بيمرن بيها دانيال، اوكي. و يعني نفس الشغل تقريبا احنا بنشتغل عليه النهارده عندهم، هم بيحللوا فريق مدر اللي هو هنلعبه بكره. هم عندهم جلسه كمان شويه فيديو على الكلام ده الجهاز الفني مش اللعيبه. نعم. لان احنا اللعيبه كلعيبه لسه مخلصين تمرين وبتاع، ما يريحوا النهارده ويقعدوا بكره. نعم. فالنهارده حتى التمرين النهارده كان تمرينه كويسه، وكان الناس يعني معنوياتها عاليه، الناس بشكل كويس، كل الناس حتى اللي هم كانوا لسه واصلين من السفر. يعني احنا عندنا اللعيبه اللي كانت في مصر لسه واصله من السفر جت على التمرين على طول، اوكي، ما جتش على الاوتيل. فالحمد لله يعني المعنويات عاليه وان شاء الله خير يعني. يعني هل من المتوقع ان احنا نعمل مباريات جيده؟ احنا انا عارف ان احنا عندنا فريق جيد جدا وفريق شاب واعد جدا يا كابتن ياسر، والحقيقه ده كلامكم معانا خلال الفتره اللي فاتت لما كنا بنقعد دايما كنتوا بتقولوا لنا كده، كنتوا تقولوا لنا دايما يا جماعه احنا عندنا فريق شاب واعد جدا جدا، وهتشوفوا الكلام اللي احنا بنقوله، لكن برضه الناس عايزه تطمن اكتر يا كابتن ياسر. طبعا الخساره في البطوله الافريقيه الاخيره وحصولنا على المركز الثالث، يعني ناس كتيره كانت زعلانه من هذا الامر، ولكن في النهايه انت الان بتمثل مصر وبتمثل افريقيا في هذا المعترك الكبير الدولي يعني، فبالتالي الناس عايزه تطمن اكتر واكتر يا كابتن ياسر. والله بص يعني هو طبعا خسارتنا في افريقيا زي ما كل الناس شافت، الفرقه كانت عامله ماتش كويس جدا. نعم. انت كوره في 30 ثانيه غيرت المباراه. اه. احنا مش هنقول لو كانت تعادلنا كان الوضع كان يختلف، لكن هي العمليه هنا هي خبرات لعيبه. يعني خبرات لعيبه ازاي اقدر اعمل كنترول في اخر 30 ثانيه. مظبوط. النهارده احنا بنقابل فريق مدر السعودي بكره، فرقه طبعا فريق محترم.
ما بيضم تقريبا 5 محترفين، اوكي جايب هو جون من البحرين، جون منتخب البحرين، على لعيبه من تونس غير اللعيبه اللي عنده المحترفين. يعني احنا مع الاسف ان احنا يعني بيصادفنا شويه سوء حظ في مع اللعيبه بتاعتنا في الاصابات والحاجات دي. يعني من خلال مشوارنا اللي فات عندنا 3 لعيبه مصابين ما بيلعبوش معانا، لاشين ومهاب اتصاب مع المنتخب في اول 2 دقيقة في اول مباراه. دي غريبة يا جدع. وعندنا سيسا كمان اتصاب في تونس، اصيب في تونس كده في الفك وبتاعه واجرى عمليه. ده انا اعتقد بس 3 شهور سيسا، مش كده؟ نعم سيسا هيقعد 3 شهور اعتقد. سيسا ها؟ هيقعد تقريبا من شهر ونص طبعا ان شاء دي الله. امور، يعني طبعا امور قدرية، ولكن في النهاية بس يعني الحمد هتعمل لله ايه؟ يعني احنا برضو عندنا ثقه في لعيبتنا ان شاء الله، وان هم يعني نقدر نوصل معاهم لاقصى حاجه ممكن نوصل لها في بطوله العالم. طبعا شرف ان احنا يعني يمكن بطوله العالم احنا غايب عننا بقالنا فتره كبيره، مظبوط. ودي اول مره من الفتره دي ان احنا نشارك، وعندنا فرصه كويسه فربنا يكرمنا ان شاء الله، ويكون لعيبتنا موفقين ان شاء الله، ويكونوا على قد المسؤوليه، وان شاء الله نحقق طيب، حاجه كويسه تبسط يعني جماهيرنا باذن الله. هو برضو سؤال مهم كل جمهور النادي الاهلي برضو بيسال في هذا الامر، يعني لماذا لم تتم الاستعانه بمحترفين يا كابتن في هذه البطوله؟ هل والله ثقتكم الكبيره؟ اتفضل. والله انا بسال كابتن اسلام السؤال ده كل يوم. المشكله ان في ناس مش عارفه ايوه يعني ايه اللي بيحصل في الكواليس. يعني احنا حاولنا، اوكي يمكن حاولنا مع ناس كتير، منهم ناس في اوروبا لعيبه مصريين، حاولنا مع لعيبه في توانسه في الخليج. نعم المشكله ان احنا كل ناس مرتبطين مع انديتهم بمباريات. يعني حاولنا ان احنا مثلا دودو كان عنده استعداد ان هو يجي، اوكي لكن النادي بتاعه ما وافقش. دودو احمد هشام دودو بالمنتخب المصري طبعا كلمناه والراجل رحب، بس النادي ما وافقش. اوكي كلمنا نادي الشارقه برضو، كنا هنستعين ب مصباح الصنعي نفس القصه. هم عندهم مرتبطين بالسوبر الاماراتي، وبعد كده السوبر الاماراتي البحريني، اوكي والدوري شغال ان هم مأجلين السنه دي كانت مشاركه في البطوله العربيه. حاولنا مع كابوتيه برضو في قطر نفس القصه. عنده مباراة هي العمليه مش احنا كنا مقصرين او الاداره، بالعكس يعني كان في دعم كبير من الاداره والنشاط الرياضي ان احنا نجيب لعيبه، ولكن معظم اللعيبه مرتبطه مع انديتها. في لعيبه بتلعب في الدوري الاوروبي ما ينفعش ان هي تسيب، فكانت وتيجي. العمليه كانت صعبه جدا. فبالتالي قررنا ان احنا نعتمد على اولادنا. بالعكس دي بتكسب يعني برافو بتأهلهم عليك. اكتر كلاعيبه. يعني حضرتك قلت في بداية كلامك ان كان خسارتنا الأخيرة في البطولة الأفريقية، يعني لأن معظم اللاعبين اللي موجودين كانوا شباب، فبالتالي محتاجين خبرة. مثل هذه المباريات أعتقد هتديك خبرة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت أنت بتدافع عن اسم بلدك واسم قارتك واسم ناديك. بالظبط بالظبط، كان فده احسن ان انا اتعين بلاعيبتي، ما اجيبش لعيب يعني ما يكونش على قد المستوى اللعيبه او يكون اقل من مستوى اللعيبه اللي عندنا. مظبوط. فما فيش ما يدعو ان انا اجيب لعيب كده يعني. فقلنا الاحسن ان احنا نستفيد بلاعيبتنا احسن يعني. احنا نستفيد وهم كمان يستفيدوا من الخبره اللي بالظبط هيتعلموها طبعا. من فرق كبيره، وحتى مجرد التواجد في كاس العالم. يعني احنا بنشبهها بكاس العالم للانديه في الكوره، احنا لما كان مجرد التواجد يا كابتن ياسر كنا بنتعلم حاجات كتيره جدا، حاجات تنظيميه وحاجات فنيه واداريه، كل حاجه الحقيقه كنا بنتعلمها من والله الشكل. كل حاجة صح صح يا كابتن اسلام، والله عندك حق. يعني احنا حتى في اجتماع الفني بتاع اللايت شيف النهارده، لا بتستفيد، بتشوف الناس بتشتغل ازاي، الفرقة التانية بتشتغل ازاي، مظبوط بتحضر ازاي. العملية مختلفة مظبوط. يعني بنكتسب خبرات وبنسكل حتى من النواحي الإدارية مش نواحي فنية وبس. مظبوط. لكن طبعا حضرتك تعلم وانت احد نجوم مصر والنادي الاهلي ان جمهور الاهلي ينتظر كل الجهد في مباراه بكره ان شاء الله، ونوصي حضرتك ان انت توصل ده لكل اللاعبين. انا عارف ان حضرتك دايما بتوصل، ولكن نوصي حضراتكم بان احنا بكره منتظرين كل الجهد، والنتيجه دي بتاعت ربنا في النهايه. والله المهندس سراج النهارده قعد يعني وقف اتكلم مع اللعيبه بعد التمرين، ايوه ووصل لهم كل الكلام ده وزياده، وان شاء الله يعني كل واحد مش هيبخل باي جهد عنده موجود. يعني
بكرة المباراة الساعة كام يا كابتن؟ الساعة 7:45 دقيقة. 7:45 دقيقة بتوقيت السعودية، مش كده؟ اه يا رب كل التوفيق، ان شاء الله مصر كلها وراك، وان شاء الله كل الاهلاويه يكونوا في ظهرك، وان شاء الله كل مجهود يبذل بكره، وانا متاكد من ده، وان شاء الله ان شاء الله تبقى النتيجه جيده، ونتصل بحضرتك نبارك لك ان شاء الله ان شاء الله على الفوز. انا بشكرك جدا يا كابتن ياسر، وكل التوفيق، وسلم لنا على كل اخواتنا وكل اصدقائنا اللي موجودين هناك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ياسر لبيب، رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين، يعني الحمد لله، عايزين نطمن، عايزين نطمن حضراتكم، لانه كان كلام كتير، وكل ما حد يسالني يقول لي يا كابتن اسلام، يعني نفس السؤال اللي كان بيتسال لكابتن ياسر، هو انتم يعني مش عارفين تجيبوا محترف يا جماعه؟ ما هو لازم نسمع بعض علشان الناس كلها تعرف ايه اللي يحصل. لما نسمع الصوره هتكون اوضح. يعني ايه؟ لما حضرتك سمعت ان الكابتن ياسر بقالهم فتره، الحقيقه اللي انا عارفه يعني ان هم بقالهم فتره بعتين لكل الانديه، ولكن اللعيبه نفسها بتوافق، الانديه ما بتوافقش، عندها ارتباطات، اللي عنده حتى لو ممكن يبقى نادي عنده ماتش في الدوري فمش قادر يسيب اللعيب بتاعه، بالنسبه له هو مهم. فالحقيقه عموما يعني انا متاكد ان بكره ان شاء الله هيكون الموضوع كل الجهد اللي هيبذله كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، علشان ربنا يكرمنا في اولى المباريات، وبعد كده ان شاء الله ربنا يسهل في اللي جاي، بس نعدي دايما اول مباراه. اول مباراه دايما بتبقى هي المفتاح. بيني وبين حضراتكم الدكتور محمد سراج دايما على تواصل معاه، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس هذه البعثه او بعثه كره اليد في السوبر جلوب. الدكتور محمد سراج كان دايما او دائم او حريص على ان هو دايما يتكلم مع الشباب ويقول لهم يبث فيهم كل شيء جيد، علشان كل جمهور النادي الاهلي ينتظر منهم اشياء كثيره جدا جدا. فيا رب كل التوفيق لكل لاعيبه النادي الاهلي بكره في هذه المباراه المهمه والصعبه، ايضا كل التوفيق لكابتن احمد سالم وكابتن محمد ابراهيم.